السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد بعد غياب شويه طويل. كتعرفوا مع الصيف ما كانش الوقت وحتى في التصوير كياخذ لينا شويه ديال الوقت والمونتاج، وهذا الصيف عجزت صراحه التصوير. شي بنات هكذا في التعليق شفت كيقولوا لي كيصيفطوا لي في الخاص يقول لي علاش ما كتصوريش لينا بحال في هذا الصيف، وحشنا البحر خاصه البنات اللي ساكنين هنايا في تزارين وعايشين في اوروبا. اليوم ان شاء الله غادي ناخذ لكم هنايا هاد الجوله خفيفه وظريفه. البحر اليوم زوين، ما كاينش بزاف ديال الناس كيتاش، مازال ما جاو. حنايا هنايا اغلبيه كيجيو هنايا بعد الغداء وحنا يجينا قبل باش نكونوا مرتاحين في البحر حسن هكذا في هذا الوقت. من بعد كيعمر صراحه كيعمر بزاف العشيه، وعندنا هنا يوم الاحد كيكون عامر كيجيو الناس من برا. اليوم ما كاينش الناس كيف ما قلت لكم، حتى بعد الغداء عاد كيجيو الناس هنايا غير قرابين كيتغداو كيجيو، قليل اللي كيجيو هنا يتغداو، او الناس اللي بعاد اللي كيجيو كيتغداو هنايا قبل الغداء. وهذا الشيء اللي كاين، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. غادي ناخذ لكم هنايا في جوله هكا غير في البحر، ومن بعد غادي نرجع للدار غادي نشارك معكم واحد التورته بارده وزوينه في هذا الصيف غادي تعجبكم. مكونات ديالها بسيطه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. خليكم مع الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، واكيد الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه ديروا اشتراك والجرس باش يوصلكم اي جديد كنحطوا في القناه. وانا كنفكر نبدل هذا المحتوى ديال القناه صراحه، هذا المحتوى ما خدامش، ما عرفتش. اعطوني راي ديالكم في التعليق واش غادي نبقى في هذا المحتوى. كنصور لكم من باديه وهذا الفيلاج ديالنا تزاغين والطبخ، والطبخ دابا ما طالعش صراحه في اليوتيوب، كلشي داير الطبخ وكلشي داير القنوات. والله دابا مازال كنفكر شنو غادي نغير في هذه القناه، شنو هو المحتوى اللي غادي ندير. الا عندكم شي اقتراحات شي افكار ولا شي حاجه بغيتوا نبدلها في هذه القناه ونبدل المحتوى، غادي نستنى التعاليق ديالكم وغادي نفرح بالتعاليق ديالكم. وكنت كنفكر نبدل المحتوى تماما غير على هذا وما نبقاش نصور هذه اللوكات. وهاني البنات، دابا غادي نشارك معكم هاد التورته. هنايا عندي بسكوي، هاديك بسكوي عادي. الصراحه خصكم تطحنوا هاد البسكوي، انا هنايا خسرت ليا الطحانه، ملي جيت نطحنو خسرت ليا الطحانه، درته في ميكات ديال البلاستيك وبحال الا هرمشتو شويه بالكاس وصافي. ولكن الا عندكم طحانه طحنوه، ما خص ما يكونش في هذوك الحبيبات اللي عندي هنايا كيبانو، ما خصهمش يكونوا عندكم في هذاك البسكوي، يكون مطحون مزيان. وغادي نحتاج، مهم هنايا العبار نقول لكم، 250 غرام ديال البسكوي، وغادي نحتاج 120 غرام ديال الزبده مذابه. غادي تبقاو تزيدوا شويه بشويه هكذا كيف ما كنديروا، وحتى تلقاو هذا البسكوي والخليط ديالنا ولا بحال الا مرمل. وغادي نحتاج هنايا السينيه ديال الفرن اللي كندير فيها كيكه، هذاك المول اللي كيتفتح من الجوانب هذاك الاحسن، الا عندكم استعملوا هذاك صافي. غادي نبقى نخلط هكا في الخليط ديالنا، ونكنزيد الزبده شويه بشويه. غادي تحتاجوا الزبده بحوالي هكاك شي كاس ديال الزبده مذابه. بعد ما ساليت غادي نحاول نسد في هاد البسكوي هكا بالكاس ونضغط عليه مزيان. الا عندكم ورق الزبده ديروه من التحت عاد ديروا عليه هاد البسكوي المطحونه. صافي نبقى نضغط هكا بالكاس حتى كنلقى صافي جا البسكوي متساوي. وهنايا غادي نستعمل في هاد التورته كريم باتيسي، ولا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا نشا مايزينا، لكن كريم باتيسري كتجي من احسن
مع هاد التورته كتجي لذيذه مع هاد البسكوي احسن. صافي دابا غادي بعد ما غادي نسالي غادي ندخل هاد الصينيه عفوا ماشي الفرن الثلاجه حتى تبرد وتشد شويه في راسها. وهنايا عندي 5 ملاعق كبار ديال السكر و 5 ملاعق كبار ديال كريم باتيسري، وغادي نزيد عليه فلان. هنايا عندي فلان، هذه هي الكريم باتيسري اللي استعملت البنات. فلان عندي بنكهة الفانيلا، غادي نستعمل 3 ديال العلب. وغادي نحتاج لتر ديال الحليب. في الاول غادي نستعمل 1 الكاس ديال الحليب، غادي نخلط هذاك الخليط ديالي، ومن بعد غادي نزيد الحليب كله. هنايا غادي نزيد 1 ياغورت ديال بنكهة ديال مانجو. صافي غادي نبقى نخلط هاد ياغورت حتى كيولي الخليط ديالي تقيل بزاف، وعاد كنزيدو على البسكويت اللي عندي في الثلاجة اللي كندرتو في هاديك الصينية. صافي غادي نخلط هكذا، راه مازال لا شعل عليه البوطة. شوفوا كيفاش كيولي الخليط في الاخير. صراحه هاد الكريم باتيسري كيعجبني احسن من مايزينا. الا ما عندكمش هذا الكريم ممكن لكم ديروا مايزينا كيف ما قلت لكم. صافي هنايا بعد ما سرت من الخليط خرجت هذيك البسكويت من الثلاجه، والتزيين البنات على حسب الاختيار ديالكم. هنايا انا ذوبت الشوكولاته ودرتها من فوق، انتم يمكن لكم تزينوا على الطريقه ديالكم ولا شنو كتبغيو، فواكه او اي حاجه بغيتوها. صافي هنايا صافي غادي ندخل هاد الصينيه الفران حتى كتجمع هذيك الشكلاطه مزيان وكتكون بارده. يمكن لكم تقدموها كتجي بنينه وخفيفه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.